آخر دراسة أجريناها في تقريبا 2010 كان هناك 75% من الطلاب للأسف لا يتناولون وجبة الإفطار. الحقيقة كل الدراسات أثبتت بأن هناك علاقة إيجابية ما بين الإفطار الصباحي المنزلي والتحصيل الدراسي وأيضا الوقاية من السمنة. وجبة الإفطار الصباحية تلعب دور مهم جدا في عملية كسر الصيام. الطالب 10 إلى 12 ساعة لم يتناول الغذاء، وبالتالي الذهاب إلى المدرسة دون تناول وجبة الإفطار وتبدأ الفسحة المدرسية الساعة 10، فقد الطفل لا يقل عن 16 إلى 18 ساعة دون تناول أي عناصر غذائية. عدم تناول الغذاء وعدم دخول السكر إلى الدماغ بشكل منتظم سيؤثر سلبيا على عملية الاستيعاب والتركيز والإبداع، وسيؤدي إلى الضعف والتعب والوهن وأيضا عدم القدرة على إكمال اليوم الدراسي. طيب، شو المقصود بوجبة الإفطار الصباحية؟ وجبة الإفطار الصباحية يجب أن تتناول في البيت. ما يتم تناوله في المدرسة هو سناكس، سواء كان في اللانش بوكس أو ما يتم شراؤه من الكانتين أو المقصف المدرسي. وجبة الإفطار الصباحية يجب أن تكون خلال 45 إلى 60 دقيقة من الاستيقاظ من النوم. يعني إذا الطالب صحي الساعة 6، بين الساعة 6 و7 يجب أن يتناول الإفطار في البيت قبل الذهاب إلى المدرسة. ولكن عدم وجود الوقت والاستيقاظ المتأخر والسهر المتأخر كله يؤثر على عدم تناول وجبة الإفطار. وجبة الإفطار حسب الدراسات حكينا تقي من السمنة، تحسن التحصيل الدراسي، إضافة إلى ذلك أيضا إلها ارتباط أو علاقة إيجابية في عملية زيادة قدرة الطفل على الإبداع، وبالتالي إعطاء الطاقة والحيوية والنشاط. ما هي مكونات وجبة الإفطار الصحية؟ هناك ما يسمى في الأغذية صديقة الدماغ، الأغذية المعززة لصحة وعمل الدماغ، وهي الكربوهيدرات المركبة. ليش الكربوهيدرات المركبة؟ لأنه تحتوي على الألياف، فمثلا الخبز الأسمر، التمر، الفواكه، الموز، الفواكه المجففة التي تعتبر قيم غذائية رائعة جدا، أيضا من الأمور اللي إحنا يجب أن تكون من ضمن محتويات وجبة الإفطار، الكربوهيدرات المركبة. أيضا البروتين، البروتين مع الفواكه مع الكربوهيدرات المركبة تعتبر من أفضل وجبات الإفطار. وحسب الدراسات أفضل وجبة إفطار صباحية هو البيض المسلوق مع الكربوهيدرات المركبة مع تناول بعض من الخضار والفاكهة الصباحية، تؤدي أيضا إلى عملية إمداد الطفل بالطاقة لفترة زمنية لا تقل عن 4 إلى 6 ساعات، وبالتالي بتجي وجبة الإسناكس بتعزز هذا الدور. إذا أيضا الدهون، البروتين، حنتكلم عن البروتين، الفول، الحمص، البيض المسلوق، الجبنة، اللبني، كلها من البروتينات الرائعة جدا لعمل الدماغ. أيضا من الأمور المهمة التي يجب التركيز عليها الدهون. الدهون سيء إحنا بنعرف، ولكن يجب أن نتناول الدهون النباتية، زيت الزيتون، الزيوت النباتية، الزيوت الموجودة في المكسرات. المكسرات تعتبر من القيم الغذائية الرائعة جدا بوجبة الإفطار. المكسرات، الجوز، اللوز، عين الجمل، يجب أنه إحنا نضمنها من ضمن وجبة الإفطار. من أخطر الأمور نقص الحديد، يجب أن أيضا أني أغذي الطفل في الأغذية الغنية بالحديد، ومنها اللحوم الحمراء، الدجاج، السمك، لأنه نقص الحديد يؤدي إلى فرط الانتباه وكثر الخمول والتعب وعدم القدرة على الاستيعاب والتركيز، لأنه يؤدي إلى نقص الأكسجين اللي واصل للطفل نتيجة نقص الدم أو فقر الدم. إذن أيضا الكالس أو الكالسيوم اللي هو ليس له فقط مهم من أجل فقط بناء العظام، له علاقة حسب الدراسات في زيادة التركيز والانتباه، وأيضا يؤدي إلى تقليل العدوانية عند الأطفال. فإذا هذه المنظومة من وجبة الإفطار الصباحية عبارة عن سندويشة لبنة، سندويشة جبنة مع كاسة حليب، مع 3 حبات تمر، مع فواكه مجففة، ومع مكسرات، تعتبر وجبة إفطار رائعة. إذا الطالب مستعجل ممكن أنا أعطيه الكونفليكس مع الحليب. نبتعد عن الشوكولاتة، عن الأغذية الغنية بالسكريات دون قيمة غذائية اللي هي الشوكولاتات والعصائر الصناعية والشيبس، كلها من الأغذية التي تؤثر سلبيا على صحة وعمل الدماغ ولا تعتبر غذاء جيد للطلبة. إذن الإفطار الصباحي يرتبط في الوقاية من السمنة وتحسين التحصيل الدراسي وأيضا تحسين قدرة الطفل على أن يكون اليوم الدراسي يوم ناجح وإيجابي.